سلاح الزحاف الرئيس السابق للنادي الرياضي الصفاقسي والعضو السابق بالمجلس التأسيسي وأيضا رئيس سوسيوس. قلت اللي صار عليه حديث كبير في الفترة الأخيرة بعد الحافلة اللي وقع إهداءها للنادي الرياضي الصفاقسي، ونتمنى ونرجو أن تعم هذه المبادرات على كل النوادي حتى يكون بالفعل الجمهور واللاعب رقم واحد مش اللاعب رقم 12 لدى النوادي التونسية التي تشكو الفاقة والحرمان والعديد من المشاكل والأزمات المادية. سي سلاح، في وقت من الأوقات ترتت العلاقة مع سي لطفي عبد الناصر، وقت اللي صارت انتخابات لاختيار رئيس النادي فشلت يعني في المرة الأولى، ووجهت لك أصابع الاتهام بأنك أنت كنت وراء إفشال ترشح لطفي عبد الناظر وقيمته في تلك الانتخابات. اليوم نادي الرياضي الصفاقسي في احسن حال، وعنا مش حاب نوضحه راهو الحوار هذا ما عندوش علاقه بمسيره الفريق. خد ساعات باش نقول لك اذا كان واحد يمر بظروف معينه ولا بازمه يقولوا هذوما يبيضوا، وكان تجيب مسؤول ينتمي للجمعيه ولا الاتحاد في ظرف تمر فيه الجمعيه ذيك بنتائج طيبه يقولوا يحبوا يفسدوا الجو. احنا لا هذا ولا ذاك، نستضيف الشخصيات الرياضية المؤثرة اللي خلات ليزون برانت نتاعها في الرياضة التونسية بسلبياتها وإيجابياتها بغثها وسمينها، ونتحدث في كل هذه الأشياء، وأيضا حتى تكون ربما فرصة لاستعراض بعض خلينا نقول الذكريات بحلوها ومرها عن الرياضة وعن النادي الذي صفاقسي منذ مو الحال لوجودك معنا سي سلاح. فالعلاقة مع سي لطفي عبد الناظر، وهل بالفعل كنت وراء الإطاحة بالقائمة نتاعه أو حرمانه من الترشح في تلك الانتخابات؟ هو كان حتى كنت وراء الإطاحة، مش نجي نقول لك إيه، مش نجي نقول لك أنا راهو دزيت وطيحت، مش نقول لك لا. ما تخليش تراس معناها. لا، أما شوف، هي العلاقة متوترة من جهة برك، من جهة لطفي وقتها، معناها لطفي ظهر له هكا، معناها الدعثر طاح في الدروج، قال له الزحاف، فهمتني؟ هذاك هو معناها. أنا شنو هي مصلحتي أن لطفي عبد الناظر ما وشنو هي قوتي؟ يعني أخي أنا قوي بهالدرجة أني يعني عندك 6000 وراك، عندك ثقل كبير اليوم، تحب ولا تكره؟ نعود نطلب منك بالله يجعل منك صحح معنا حتى 4-5 سنين، وأنت كنت صحح معنا ماش تخرج. أما صحح معنا تشوف أنت العلاقة اللي بين المكتب بما فيه سلاح الدين زحاف واللي زاديرون، معناها أنت تخيل تو اليوم مكتب ولا سلاح الدين زحاف معناها بقيمته بكذا مش يهز تليفون ويكلم 5000 ولا 1000 ولا 100 ولا 500 ولا ما نعرف، يجي يقول لهم بالله يسمعني عادل باهي ولا مشومه. ثم انا مش في الطبيعه ما تحتاج باش تتكلم بس سلاح، لانه اللبيب من الاشاره يفهم. شنو هي الاشاره؟ الاشاره شنو؟ انا اسال فيك. لا، حتى اشاره اذا ثم معناها حتى هكا انا انديس اللي ربما سلاح الدين زحاف معناها حب ان عبد الناظر ما يكونش رئيس. معناها سي فاسيل دوفينير دير راهو دزني، سي فاسيل. هو الجراه ان الواحد كيطيح يقول اخويا الله غالب عثرت تحت جي مال بروغرامي ما مارش، فهمتني؟ مش يجي يقول انسان انا عندي قيمتي عندي مكانتي عندي كذا. انا حتى وقتها في المجلس الخيام في المجلس ما هو فيه جماعه في الكوره زاده كيما مهدي من غربيه ما باندي هذاك، فهمتني؟ جاني انا غدوه قال لي كيفاش باسكو وقت لا يجي معناها لطفي اللي هو رئيس النادي في رجها معاه جمال العارم فولو ديري لو ريبيتي وسعدين صار مستمر حتى كل ليله ودار جمال مفتوحه حمامات ركحنا الكيب وكرولو ونجيبوا الدو بالكذا. ومن بعد تجي انت بعد عام ولا كذا تقول لي راهو الناس تصدق جمهور النادي الرياضي الصفاقسي عرف الجرأة بيجي يقول راهو فلان الحاجه الفلانيه في النادي والله العظيم ما نخاف من حتى احد. جاتك شي ربما فكره العوده لرئاسه النادي الرياضي الصفاقسي في الفتره الاخيره؟ لا ما جاتنيش، لان عودتها برشا مرات. انا خدمت العسكر نتاعي، انا جيت لدور مع جيتي فوني بور ريستركتوري الكلوب ريستركتوري الناس باش نخليه في امبالي انه على الاقل 10-15 سنه يهز دي تيتل من 2008 والنادي الصفاقسي في بالي عالي نطيحوا شويه خاطر هكا ساعات ثم شويه خلويض نشوف وانا مي ساكت على نفسي وانا متاكد ان النادي الصفاقسي لو ترافاي كي اي تي في
من 2002 ل 2008 لوي بيرمي سمح له انه يسو مانتيان في باليكي هذاك من ناحيه الاداره من ناحيه حتى كيفاش نسافروا راهو يا دو سافوار فيه باش تمشي تسافر تلعب في افريقيا يا دو سافوار حتى طريقه الانتداب هكاك بارازار احنا وين ما نجيبوا ديز افريكان يتنطروا يطلعوا مهفات وطيارات لا يا حبيبي تو سا ايتي انستوري وين الدور متاعي قمت بيه وانا على ذمه اي انسان يسير نادي راضي صفاقسي وقت لا يطلب مني انا ما نمشيش نطفل على الناس ولطفي وقت اللي هزيت انا التليفون بعد الحاح من جمال العارم وقلت له لطفي برا ترشح وعدت اني نعينه وقلت له وقت لا تستحق اطلبني نعينك وقت لا طلبني عنده يعني هيك في نهاية الأمر تعترف أن كلية الحاكم من النادي في وقت من الأوقات في النادي الرياضي السفيقسي لا نعين نعين في النادي السفيقسي وعليش حاكم فاتق نعين تأثر نأثر بينشر نأثر مالا ما نأثرش نأثر مالا مش تخيب أنت بالك تخيبني أنا نمبورت كيف في النادي السفيقسي نأثر ونص نأثر وأنا أو نقولك ثم نيس في الفترة الأخيرة وقت لطفي عمل اين كونفوكاسيون اين اسامبلي جينيرال اليكتيف وانت تعرفهم في النادي الصفاقسي جاوني قال لي اش قولك نترشح ولا لا وقلت له لا ما ترشحش واعطيته علاش ما يترشحش واعطيته شنو هي مصلحه النادي الصفاقسي في انه ما يترشحش وكان جيت انا كما قلت انت سيادتك اللي ما نحبش عبد الناظر يكون رئيس للنادي الصفاقسي راهو كي جاني هذا الانسان اللي مستثقني راني قلت له برشد وانا تنقف معاك وانا تنعينك وانا كذا ويترشح السيد هذاك اللي قلت لك عليه وراهو يطلع فهمت في منصف خماخم اي نقصت في منصف خماخم نعم الناس ما تبعتش اي ما يسالش انت ما تعرف واهو منصف موجود قلت له لي. اليوم سلاح يبدو انه فم علاقات متوتره بين لا ما ثمنش احباء لا شوف انا من ناحيه الشخصي المشهورين والفاعلين شوف من ورجالات من ناحيه صلاح الدين زحاف انا جيت دو بروبليم افيك بيرسون خلي كملك السؤال وقفت في وين المصلين تفضل لا ما انت قلت جمع الكل قبل احباء الميسورين ورجالات النادي الفاعلين على غرار العلاقه المتوتره بين سيلوتفي رئيس النادي وسي منصف السلامي الرئيس السابق للفريق وايضا رئيس لجنه الدعم انتم كسوسيوس وكرؤساء سابقين سعيتوشي لرأب الصدع والتجميع ولم شمل الأسرة الرياضية الموسعة في النادي الصفاقسي لأنه نعرفه وقت اللي تلموا كبيرة صفاقس في حفلة ولا في عشاء ولا كذا شنو الفلوس اللي نجموا يعطيوها وشين الأشياء اللي نجموا يعملوها للنادي الرياضي الصفاقسي ولا يقبل كل شيء كالسوسيوس ما قلت لي احنا كالسوسيوس on ne s'y mise pas في الهدري هذي لكي الزحاف لا ايوه خاطر لا ستركتور سوسيوس كما قلت لك بكري احنا لا نتدخل لا في التسيير ولا في هذوما لي ديفيرون ولا في التنبير ولا في لا في لي ديفيرون اونتر معناها خاطر الاختلافات بين رجالات النادي نقول اخويا ربي يهديه تبقى اون طونك سوسيوس اوسي نتالموا لان احنا جمهور في التالي نتالموا ان نشوفوا زوز رؤساء في النادي الصفاقسي ولا عديد الرؤساء تم خلاف وما نفهموش علاش اليوم اذا كان ثم خلاف بين سي المنصف السلامي وسي عبد الناظر انا ما نفهمش علاش سي المنصف السلامي دعم النادي الصفاقسي سير في النادي الصفاقسي اعطى اموال طائله الهيئه سي لطفي عبد الناظر اعتقد اللي المنصف السلامي قد اللي دفع في النادي الصفاقسي وقت له هو رئيس قد اللي اعطى للهيئه نتاع لطفي عبد الناظر هذا اللي عندي انا وقت له دونك نتسائل ونقلق نقول علاش علاش معناها يكون ثم يا انديفيرون ولا مالونتوندو ولا محقوش معناها سي منصف السلامي عان بارك الله فيه يعين في جمعيته له الحق في ذلك ما نفهمش كسوسيوس اليوم كلجنة دعم احنا نستناو توا وبدا سي بسام مشكور واليوم هو في صفاقس مع السيد الوالي وكذا معناها بور سيد دو ديناميزي هذه عمليه المدينه الرياضيه ومن شنو وكذا نستناو ان
شاء الله سيد رئيس اللجنة العليا للدعم معناها يعيط لنا ونشوفوا ربما 4-5 رؤساء قدم، ربما 6-7 من أعضاء لجنة الدعم وكذا، ونشوفوا إذا كان ثم خلاف مرتبط بشنو. خاطر أنا والله بصدق جو نو كومبرون با لاتيتود اليوم كي في كو يا سو ديفيرون. على كل حال ان شاء الله يتجاوز نادي الصفاقسي هذه الخلافات، لانه اكيد المصلحه العليا نتاع الفريق تطلب من الجميع انهم يقبلوا بعضهم ويتعاونوا مع بعضهم، خاصه طيب. انه اليد حدا مش متفقش. مش كيما منصف سلامي حتى واحد كيما جمال العارم. انا اليوم متالم ان جمال العارم بعيد، هو اختار ابتعاده ووقع اخصائه. اسالوا انا لكن تعرف الخفايا اكيد انت. لا جمال يقول يا اخوي زيني انا جريت وسعيت وكذا وتسبيت، قيت روحي من بعد نتسب ونتذم. دونك الى 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 كلكو بار ريزون تو سا سي دوماج. خاطر جمال ما عندوش مصلحه في السي سي اس، منصف سلامي ما عندوش مصلحه في السي سي اس، محمد علول ما عندوش مصلحه، صلاح الدين زحاف ما نعتبرش لان الرؤساء القدامى عندهم مصلحه. شكون عنده مصلحه؟ ولا ما نعرف، والله ما نعرف. لا خاطر سميت هذوما كل، فما شكون عنده مصلحه؟ لا معناها باش يكون ثم خلاف احنا مش تخالف انا وياك على حاجه، مش تخالفوا على هنا شكون مش يخرج يصطاد. مغروب المصيد عاد انت؟ مغروب مصيد البر مش البحر. بر وبحر انت ماكش مسلم بحد شيء. اليوم النادي الرياضي الصفاقسي رغم هذه خلينا نقول الخلافات او الاختلافات بين بعض بين بعض الرؤساء تاع الفريق يمر بفترة انتعاش. اليوم الفريق يعني ظهر في أحسن صورة رغم التخوفات اللي كانت قبل بداية الموسم. وعلاش قلت لك لابريسيون بوزيتيف دي سوسيوس؟ مالا خاطر وقت الإنسان يسير ويعرف اللي راه معاهم هذوما عندهم أنت اللي تحب تسميهم الدوانة مش باهيين كذا، مي يولي معناها الناصر اللي أنا نوجه له تحية وتحية كبيرة، الناس البدوي معناها مسيك شفته انا في السيف معناها يخدم كل يوم من 10 متاع الصباح خاطر يقوم مؤخر شويه للساعتين متاع الليل، معناها هو يعمل في الريكروتمون ويركح في ليكيب وكذا ويخمم يقول لك اخويا انا عندي هالمصايب هذا الببليك متاع السي اس اس كي دوفوني افيرتي ولا يفهم ولا كذا ولا فهمت. على ذكر ناصر، رايك في الاتهامات اللي طالته من بعض الاحباء؟ اخويا انا خدمت معاه، الناس البدوي جعلوا يسمحني انا الناس البدوي خدمت معاه، خدم معايا بينيفول في النادي الصفاقسي، عدى معايا 5 سنين هو يكلط ليل ونهار، هو عنده 80% من لو بو دو ريوسيت كنا اكومبلي في النادي الصفاقسي، هو الكل الناس البدوي انا معايا انا وقتها ويدي وسقي، وانا شفت منه كان الثقه والجهد والجري والحب نتاع سي سي اس، وهذا دائما وابدا عودته. الناس يقولوا لي لا تبدل، انا نعرف اللي ما يتبدلش الناس، نعرفوا رجال. لا حتى حد ما ينكر الخدمه الكبيره اللي عملها، وحتى اليوم وقت اللي سالوني يقول لي كيفاش سي سي اس تو، نقول لهم راهو 70% خدمه نتاع النصر البدوي و20% نتاع المدير العام للنادي الصفاقسي، خاطر انا نعرف انا عايش في صفاقس ونتبع ونعرف، وهذوما سوسون دو بيرسون كلي في النادي الصفاقسي، الناصر البدوي وياسين بن طاهر. اذا خروجه من النادي الصفاقسي يعتبر خساره الناصر؟ انا اللي سير هو اللي يعرف المصلحه تاع الجمعيه، حاجه برك ان شاء الله ما يكونش تنحى ككبش فداء، وانا ما نعتقدش اللي لطفي عبد الناظر نحى الناصر البدوي على خاطر مشوم وعلى خاطر دوني، على خاطر كان نحاه مشوم ولا دوني ما يخليش يخدم معاه في الجروب نتاعو، فهمتني؟ ما رسال ضغوطات من الجماهير انه وقع بعد ما نعرفش، هذا اسهل سي. لا خاطر تقول لي نعرف كل شيء وانا عايش في سيخ، وبعد في الموضوع هذا تقول لي ما نعرفش. التنحية انا وقت اللي تنحى هو استقال، وقت اللي تنحى تيبا استقال، وقت اللي تنحى قعدت به ما فهمتش الحقيقة علاش، ربما ان شاء الله ما يكونش تنحى ككبش فداء، على خاطر وقتها ما هي الوضعية في السي سي صعيبة، مازالت ليكيب تتركح ومازال ما جاش لونترونور جديد ومازال كذا ومازال واحد، ربما ما حتى في الكره ثم شويه سياسه برشا سياسه اي تنضحيوا احنا بالبدوي مش مشكل، فهمتني ولا لا؟ لعل الطونك سارو ديمار ان شاء الله مش هك. نرجعوا نادي الرياضي الصفاقسي هذا الموسم، كيفاش تحكم على مردوده على المستوى نتاعو؟ هل بالفعل اليوم ينجم يرجع للساحه على مستوى الانتصارات على مستوى التتويجات المحليه
والافريقيه. بيان سور هو تفسو ما غابش برشا سي سي اس بون تاتنا العامين هو تعود جمهور نادي الصفاقسي ماعادش يحب يغيب على منصه التتويج وما يلزمناش نغيبوا بامكان نادي الصفاقسي افيك ان بو بلوس دو سيرينيتي سور لو بلون تكنيك لو ستاف اللي متكون من شهاب ومحمود والجربي وكذا. عمليه انتداب شهاب الليلي هل كانت يعني في مكانها؟ هل هو الرجل المناسب المدرب المناسب للفريق المناسب؟ وكان نقول لك لا تقوم تضحك عليه تبارك الله. شهاب مدرب مقتدر وحكيت انا وياه راهو نفس الشيء شهاب حتى ربما يقوته يعرف عقليه الصفاقسيه والاجواء نتاع صفاقس والمحيط اللي موجود صفاقس يعني مدرب شوف يخدم في صفاقس لازم يعرف شنو البيئه اللي يعيش فيها. هذا موجود هذا موجود وبدو يافي ان بون ريكروتمون هو الى سو اكسبلواتي convenablement son effectif معناها عرف يستعمل الافكتيف اللي عنده على الوجه الاكمل وان شاء الله يا ربي ان شاء الله نواصلوا هكا. والسي اس اس دو توت فاسون راه مش خاطر انا نحب السي اس اس ولا انسيان بريزيدون ولا احسن جمعيه في تونس السي اس اس وقت لو ان اناليز في 80 سنه ولا خلينا من 80 سنه برا يا خويا خلينا من 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 عام 60 لليوم باش ما نقولكش زعما الوطنيه نتاع رجالات سي اس اس وهكا الكلام الكذا يا خويا من الاستقلال تو احسن جمعيه كان نحيو هكا ما هو سي الكيلاني سي محمد ديما يبيع لي هذوك الكتب اللي يعملهم كي نشوف انا كل عام ونحي لي بوان اللي تسرقوا للسي اس اس راه سي لو كلوب لو بلو تيتري لو كلوب ولي غروند رياليزاسيون اللي عملهم سي اس اس ما عملتهم حتى جمعيه اخرى مع احترامي بيان سور ليتوال والكلوب يعني فما ترجي واستاد وخلافه يعني كاني فما حسره على القاب تعتبرها سرقت من نادي رديس فيقس اكيد مش انا نقولوا انت تقولوا انت تبارك الله جورناليست وتابع وتعرف شنو اخي انا مش نقول لك سعاد انت تعرف احنا المره الوحيده اللي حبوا يفكونا تيتر وشدينا صحيح اون 2005 قلنا يا عاد توا هكا ساسوفي خرجت الناس الولايه انت كنت وراء سبب او سبب من الاسباب اللي خرجت الناس الولايه باش يحتاجوا في الولايه خاطر الناس تعرف الخلاف اللي صار بين ماهر عامر ونجم رياضي الساحلي ما باش عندنا فيديو للتاريخ نفس الشيء معناها وقتها سيتي ترو عملت ضغط على على السلطه من خلال الجمهور لا عملت ضغط على واحد جمهور يتبع بطبيعته يا اخي جمهور بالك انت تخيب احنا عندنا علاش الجمهور راه مكلفني انا مونداتي بار البوبليك هذاك انا كان ما نعملش وقتها هكاك راه البوبليك يذبحني وكان ما عملتش هكا تعتقدش ان نادي الصفاقس كان نجم يعطيوه البطوله وقتها لا ما يخويش اكيد ما يخويش واتخذ قرار انه ما مش يتعود المقابل من اتخذ هذا القرار؟ ايش هذوما على مستوى سلطه الاشراف على مستوى الجامعه على مستوى رئيس الجمهوريه لا لانه الناس كل وقت دخلت في اللعب لا على مستوى سي عبد الله الوزير عبد الله عبد الله لا عبد الله شو اسمه وزير الشباب والرياضه عبد الله الكعبي ورئاسه الجمهوريه مستشارين وكذا وبمنطقه وزحاف متبوربه وزحاف يسب وزحاف كذا واهو تطط مشاو وقتها لرئيس الدوله ومن بعد انا عندي علاقه قديمه مع سي عثمان وصداقه كبيره امس ووقتها واليوم هزيت كرابتي ومشيت للسوسه ولاموا علي الناس كيفاش؟ شو طلبت منه؟ يتنازل على اللقب لنادي الصفاقسي مشيت له قلت له شوف يا عثمان يا حبيبي يا مش نقولها لاول مره قلت له انت تظلمت في 5 ولا 6 تيتروات وانا متاكد انه تظلم وتفكوا له 5 6 تيتروات ما تجيش انت تعمل كيما غيرك وتجي تظلمني انت اليوم هذا شو مشيت عثمان موجود شو موقف وقتها؟ وقلت له عثمان برا نمشي وانا وياك او عندكم هنا وقت عندهم في المستير عندهم هكا استوديو واحد وقلت له برا نمشي واعمل ديكلاراسيون هذه فو افوار لو كوراج دو فينير دير قال لي صحيح مي جو نو با با لو فير وبيدو كان عنده ضغط الجمهور عنده ضغط الجمهور مش باش تو هنا كان اليوم الجمهور يجي يضغط عليه يقول لي برا مشي فك الفيستا نتاع سي عادل نجي يفك لك في ستك لقب نتاع سي سي سو خلاص قضي الامر نعاودو نلعبو نكورو واش عشتك الايامات انا نتذكر حتى على مستوى رسمي معناه وقع منع الصحف ووسائل الاعلام من الحديث في الموضوع الى حين البت فيه ونعرفوا فما جمعيه في الكيف تعمل في دوره شرفيه وجمعيه في بلاصه اخرى تعمل في دوره شرفيه وهذا يتكلم والناطق الرسمي يتكلم ورئيس الجمهوريه يتكلم اكيد ضغط كبير خفتش في وقتها لا ما خفتش الحمد لله ما خفتش
ثم شكون حتى من الفاميليا نتاعنا من السي اس اس هز التليفون بحث الوزير وكلمني قال لي تخاف على محمد ولدك. اي معناها الطريقه نتاع تهديد وطريقه نتاع قفه. لا ما خفتش انا وقت عندي امانه نتاع نادر الصفاقسي نخاف كان من ربي وحتى اليوم نخاف كان من ربي جاي ابسوليمون يا روبروشي دونك ما نخافش. علاقتك بالسلطه يبدو كانت متوتره يعني ما كانتش حميميه لا حتى لا من خلال متوتر. التصريح الشهير اللي عملته في جون افريك في تلك الفتره لا مش واللي ذكرت انه نادر هذه صفاقسي او خلينا نقول صفاقس بشكل عام تعيش مظلمه تعيش معناها وضع بيئي ولليوم رديء وضع بيئي اليوم باش تتكلم عادي نحكي قبل توا نحكي قبل توا وقت الناس تتكلم انا سكت اما قبل مش مشكلي انا علاقتي متوتره وكذا دو توت فاسون نقول اللي نخمم فيه وقت اللي قلت في جون افريك بيان سور اي نعم وصفاقس في الوضعيه هيك ولا اليوم في الوضعيه هذيك وزادت الدهوه. شو صار بعدك التصريح الشهير هذاك نتاع شو صار معاك كيفاش وقع التعامل معاك ومع التصريح يعني اللي وجهت فيه لوم مباشر للسلطه اي با غران شوز باش مش على خاطر اليوم الناس مشيت وصار با غران شوز با غران شوز الحقيقه ما وقت ويلي لوم شويه وانت الناس وانت كذا قلت سي سكو جو بونس وانت ويلي سفاق حق انت تدافع عليها اكثر فهمتني تفصح انا وقت قبل نعمل تصريح ثم برشا ناس وقتها لامت عليا ولتو الناس تلوم عليا على القديم على عملته قبل يقولوا راهو كذا فهمتني انا جو دي سكو جو بونس باعتبار ان نعتبر اللي انا عندي امانه اللي هي النادي رديس فيقس معناها معناها كالسيد اللي انا ما وقت اللي قبل يدخل الببليك وكذا نخرج خاطر انا في ان بوتي ستاد وانا توجور ان بوتي ستاد الستاد نتاعنا صغير ويبداو شويه الامن ساعات صعاب مع الببليك وكذا نخرج بل المقابله باش بور فوار ان بتي بو البوبليك نتاعي ونشوف اللي تلقى بو هو ولده تلقاه الوليد في حاله رثة والبو لابس شلاكن وعاطيني 10,000 كل حد دافع 5 دينارات باش يدخل يتفرج في السي اس اس يوجعني قلبي ونقول المسؤوليه كبيره ان الناس هذاك كان نجم احنا ب 10,000 يدخل البلاغجيه ياخذ صباط كان نجم يمشي يشري به صباط في عوض يعفس في البرد في الماء باش لك يخير يدخل هو وولده يعطينا 10 دينارات لان تصفيقسي باش نشوف مقابله ولا هذا مسؤوليه كبيره نفس الشيء حتى بالنسبه للسيد اللي جينا في التريبيون سنترال وكذا ويعمل سيجار وقت لقيت مركبورتو يقول سي ان بو بوت وكذا نحترمه نفس الشيء وبالنسبه لي عندي امانه وقتها سكو جو بونس بارابور ا مون كلوب بارابور للامانه هذاك جو لو دي. إلى أي مدى كنت أمين في هذه الأمانة؟ قدر المستطاع. أخطائك وربما ما عملتش حاجات ندمت عليها من خلال تسيرك النادي الرياضي الصفاقسي. أني ما شفت شنوما لي ريزوم تاع شريان الأربيتروات خاطر أنا هذه حاجة ما نعرفهاش. كان جيت نعرف لي ريزو كيفاش يتشراو لي زربيتر راني شفنا هذا كوفي كوجا الله يسمحوا ولا الله كذا فهمتني؟ ورانا كيما عملوا هما رانا عملنا احنا سيتو. لكن مره انت سي سلاح تشديد في دوله افريقيه في مباراه في زامبيا في زامبيا بالتحديد في مباراه في اطار كاس الكونفدراليه الافريقيه سنه 99 واتهمت بمحاوله ارشاء الحكم وكان معاك فتحي بوسته الحكم الدولي السابق وشدوا عنده فلوس وقالوا الفلوس هذه يبدل فيها ما يعني ولو انه نادي هذا الشخص كان رابح في اللي معناها لا ما صارت لونكيت يعني بعد حتى او نيفو دو لا كاف تبين انه هما لان في زامبيا عندهم معناها من الخبره في الخزعبلات وفي الكذا وفي مي انا معناها لا الكاف ولا بون هنا جمعيتي انا نادي هذا الشخص خرجت هي بلاغ اللي انا راني مشطب من القيام باي عمل رياضي. من بعد السلطه في تونس وقتها جات قالت لا لان بطلب من جماهير النادي الصفاقسي قالت لا ما ثماش علاش باعتبار ان يا اون انكيت كي اي تي موني مش على خاطر انا وقتها كنت رئيس وفد اللي انا يلزمني نتعاقب. اما حتى هنا في تونس راهو النادي الصفاقسي هو اللي خرج فيها ان كومونيكي قال راهو هذا يلزمه يتعاقب. هو الحقيقه زاد بطلب من
وزارة الإشراف وقت أنا نقلق شوية يعني بلاغ كان فيه إملاء يعني من السلطة. أي أي أنا نقلق شوية حتى جمعيات أخرى وقتها فهمتني توا ما نسمحش لروحي أني نذكر أشخاص خاطر موش وقته مي وقتها قلقت شوية لأن من قديم الزمان أنا عملت دي ديكلاراسيون بور دير اللي مثلا الجمعية الفلانية كيما وقت البيت نصيروا نلعبوا بالإسبوار. فكرش أنت نهار اللي شكري ضرب لنا طفل حلو 16 غرزة في راسه وداح وخرج بنزة وهكا المصايب وهكا علاش قلت لك انه كان ترجع للتاريخ تلقى احسن جمعية هي السياسيس. سي اكيد سنتحدث في هذه المواضيع لكن نتوقف لحظات مع فاصل ارشادي ثم نعود ونكمل حوارنا مع السيد سلاح الزحاف.